هاتف عملاق بمعنى الكريمة، بحيث جاء ببطارية عملاقة جدا سعتها 13000 ميلي أمبير، وهو من الشركة الصينية الشهيرة بلاك فيو، والتي عودتنا دائما بهواتفها القوية. في هذا الفيديو سنتعرف على مواصفات أحد الهواتف التي أطلقتها شركة بلاك فيو بالأمس، وهو هاتف بلاك فيو بي في 7100، وسعره الرسمي بالإضافة إلى التخفيضات للشركة على موقع علي إكسبرس. بدون إطالة أخي، اضغط لايك لهذا الفيديو لدعمنا، واشترك معنا في القناة ليصلك جديدنا. نلتقي بعد الفاصل. السلام عليكم ليكيب، كي راكم غايه؟ لاباس، نتمنى تكونوا بخير وفي تمام الصحه والعافيه. عدنا لكم بفيديو جديد في قناتكم جي بي اي تك. نبدا بالتصميم. ياتي هاتف بلاك فيو بي 7100 بتصميم الهواتف المقاومه للصدمات، مع مقاومه للمياه والاتربه بمعياريه اي بي 68 والاي بي 59 كي. الشاشه بالهاتف بمقاس 6.58 انش بدقه فول اتش دي بلس، وهي من نوع اي بي اس ال سي دي، وتأتي بمعدل تحديث 90 هرتز، وتأتي الشاشة بحماية عالية لكسر والخدوش بالمعيار الأمريكي مايل اس تي دي 810 اش، وهو معيار للمقاومة ضد الظروف وقساوة الطبيعة. بالنسبة للكاميرات، يأتي الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بكسل مع تصوير فيديو بدقة 1080 بكسل بسرعة 30 اف بي اس. أما الكاميرا الخلفية فهي ثلاثية العدسات، الرئيسية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بحساس من سوني، والثانية إلترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل، أما الثالثة فهي خاصة بالماكرو بدقة 2 ميجا بكسل. تدعم الكاميرا الرئيسية تصوير فيديو بدقة 2K بسرعة 30 FPS. ننتقل الآن إلى المعالج. المعالج هنا هو من ميديا تك، وهو هيليو جي 85 بدقة 12 نانومتر، مع معالج رسومية مالي جي 52 MC2، كما تحصل في منصة أنتوتو على 255 ألف نقطة. نظام التشغيل بالهاتف هو اندرويد 12 مع واجهة دوك او اس 3.0. اما الرام وسعة التخزين بالهاتف هي 6 مع 128 جيجا بايت، مع امكانية زيادة التخزين عبر منفذ اس دي كارد. وننتقل الان الى اهم شيء، وهي البطارية. البطارية هنا تعتبر اقوى ميزة بهذا الهاتف، بسعة 13 ميلي امبير، تدعم الشحن السريع 33 واط. البطارية خوتي تدوم معكم لاسبوع او اكثر في الاستخدام المكتف. بصمة الهاتف تأتي مدمجة بزر التشغيل. والآن ننتقل إلى سعر الهاتف. سعر الهاتف الآن على موقع علي إكسبرس ما يقارب 200 أورو، أي ما يعادل بالدينار الجزائري حوالي 43 ألف دينار جزائري لنسخة 6 مع 122 جيجا بايت، وهو متاح الآن للبيع ابتداء من 14 إلى 18 سبتمبر. بالإضافة إلى هذا الهاتف، يوجد هاتفان آخران من الشركة تم إطلاقهما معه، وهما بلاك فيو بي 5200 بسعر تخفيضي أيضا 113.65 أورو، ما يعادل بالدينار الجزائري حوالي 24500 دينار جزائري لنسخة 4 إلى 32 جيجا بايت. أما الهاتف الثاني هو بلاك فيو أوسكار سي 80، درنا له مراجعة على القناة غير كما حطيناه الفيديو، لما شافه يروح يشوفه، غادي نخلي لكم الرابط تاعه أسفل الفيديو. جاء بسعر تخفيضي أيضا 125.62 أورو، أي ما يعادل بالدينار الجزائري حوالي 27100 دينار جزائري لنسخة 8 على 128 جيجا بايت. وننوه هنا خوتي أن فترة التخفيضات لهذه الهواتف والمسمات بلاك فيو سوبر براند بدأت من تاريخ 14 سبتمبر وتنتهي يوم 18 سبتمبر، في المدة محدودة جدا. اغتنموا هذه الفرصة للشراء، ولمن مهتم بالشراء سأترك لكم روابط الهواتف الثلاثة تحت الفيديو في صندوق الوصف. ما تنسوش تاني تشاركونا بآرائكم عن هذا الهاتف في قسم التعليقات، هل هو مناسب لكم أم لا؟ فأراءكم خوتي تهمنا. وفي الآخر لا تنسوا لايك لهذا الفيديو، مشاركته مع أصدقائكم، وإذا كنت جديد ولأول مرة تشوف القناة اشترك معنا في القناة لدعمنا، وفعل زر الجرس. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.